أسعدتم مساء أينما كنتم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في مسائية الخميس من قناة الوطنية، نستهلها معكم بأبرز العناوين. في مقابلة له مع لوبينيون الفرنسية، الرئيس عبد العزيز يقول إن ملف الأزمة المالية معقد للغاية. نقابات التعليم العالي تنظم مؤتمرا صحفيا تحت عنوان لا تنازل حتى تنفيذ اتفاق 2009 وصرف زيادة 2015. بعد حادثة التدافع بالأمس، رئاسة الجمهورية وعدة أحزاب سياسية تعزي في ضحايا الحادث. النقابة الوطنية للصحة العمومية تعقد مؤتمرها الأول تحت شعار معا من أجل النهوض بالعمل الصحي. وفي مسائيتنا تتابعنا أيضا في خطوة تصعيدية، عمال كينروس تازيازت يطالبون بتحسين أوضاعهم في شتى المجالات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حضراتكم تفاصيل مسائيتنا. قال الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز إن ملف الأزمة المالية معقد للغاية، موضحا أن تعقيد الملف كان قائما منذ فترة الاستعمار، وأن موريتانيا بوصفها بلدا وشريكا في مجموعة دول الساحل الخمس ومنظمة استثمار نهر السنغال لا يمكنها تجاهل ما يجري في مالي، حيث تعيش نفس المجموعات في طرفي الحدود. أضاف ول عبد العزيز في مقابلة له مع جريدة لوبينيون الفرنسية إن المشكل المالي لا يمكن أن يتم حله بمجرد توقيع اتفاق، مذكرا أن الأمر يتطلب بذل الكثير من الجهود والتضحيات من كلا الطرفين، كما أنه على الحكومة المالية أن تعمل المزيد لصالح سكان البلد حسب قوله. قال رئيس النقابة العامة للتعليم العالي في موريتانيا إن النقابات لن تقبل بأقل من تطبيق اتفاق 2009 والقاضي بمنح قطع أرضية لكافة الأساتذة وزيادة الراتب عند التقاعد. المزيد من التفاصيل عن مؤتمر نقابات التعليم العالي نتابعه في سياق التقرير التالي مع الزميل عبد الله بلال. لا تنازل حتى يتم تنفيذ اتفاق 2009 وصرف زيادة 2015، شعار اختارته نقابات التعليم العالي والبحث العلمي عنوانا لمؤتمرها الذي جاء بعد عدة وقفات وبيانات تطالب الوزارة المسؤولة بتنفيذ ما تضمنته العريضة المطلبية لأساتذة التعليم العالي في موريتانيا. مطالب لم تلقى كبير الاهتمام عند الوزارات المسؤولة حسب ما يقول أصحاب النقابات التعليمية. هذا التشاور مع النقابتين أدى إلى تنسيق العمل مع النقابة العامة للتعليم العالي. تم الاتفاق بين النقابة الوطنية والنقابة العامة لتنسيق العمل، بل ورداك التنسيق في إنشاء لجنة تنسيق العمل النقابي واللي بدأت عملها من أكثر من سنة، وكان نتيجته لقاءات مشتركة مع بعض المسؤولين، وقد ما هي كثيرة بذيك اللقاءات، مسؤول ربما يفتح لقاء واحد وفصاد الرحب في البداية، وبعدين إما يتغير المسؤول الوزير المعني يتغير ويجي واحد يبلو ويعود الآخر يسد الباب، والله ما اللي يفتح مجال في البداية عند مجيه وبعدين يسد الباب يعود ما تلقاه يجبر الوزير المعني. التلويح بالإضراب والتوقف عن التدريس في مؤسسات التعليم العالي أمور خطط الأساتذة لتنفيذها من أجل تلبية مطالبهم وحقوقهم المشروعة. كان النظر إلى القضية من الزاوية الوطنية هو ما أنقذ المؤسسات وحال بين الأساتذة مع تنفيذ الإضراب كما يقولون. وإحنا حاولنا علينا كمكاتب نعطوا فرصة للشريك إياك يتلافى الوضع قبل بداية السنة الماضية، ولين اللي ما خلق ذاك التلافي وبعد مرور سنه شهرين على 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 السنه من السنه الدراسيه طرحنا ذاك
الإنذار بالإشعار بالإضراب، وبعد قدمنا عليه دعات مت شبه منتهية لن يبدأ الإضراب ينطلق، لاحظنا على أن البلد فم غروف في بعض المؤسسات ما تسمح بقيام أضراب، ذلك حد يدور بعد مصلحة المؤسسات ومصلحة البلد من نفسه. مؤتمر جديد لنقابات التعليم العالي مرر من خلاله الأساتذة مطالبهم ووجهوا انتقاداتهم للمعنيين قبيل اختتام السنة الدراسية. فهل سيسهم المؤتمر الجديد لنقابات التعليم العالي في تسهيل تحقيق مطالبهم أم أن جهودهم ستبوء كلها بالفشل؟ وجه والي نواكشوط الغربية باسم الرئيس والحكومة الموريتانيين التعازي إلى أسر ضحايا حادثة التدافع الذي وقع أمس أمام مكاتب رجل أعمال بنواكشوط وأدى إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة 21 بجروح. وأعرب الوالي في تصريح صحفي عن تضامن وتعاطف الرئيس والحكومة مع أسر الضحايا، مؤكدا أن الرئيس أعطى تعليماته بمؤازرة أسر الضحايا وتقديم العلاجات المناسبة للجرحى، مشيرا إلى أن المصالح الصحية والمدنية تدخلت في الوقت المناسب ونقلت الجرحى إلى مركز الاستطباب الوطني بالسرعة الممكنة وفق تعبيره. قام رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داه بزيارة لجرحى التدافع الذي وقع يوم أمس لدى تقسيم رجل أعمال لزكاة أمواله بالعاصمة نواكشوط والذي خلف عدة قتلى وجرحى. كما أصدر حزب تكتل القوى الديمقراطية بيانا عز فيه أسر الضحايا على وجه الخصوص والشعب الموريتاني على وجه العموم إثر حادث التدافع الأليم الذي راح ضحيته عدد من النسوة اللواتي كن يبحثن عن لقمة العيش، كما خلف عشرات الجرحى والمصابين. في سياق متصل، كلف رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وفدا من الحزب بزيارة ومواساة الجرحى الذين راحوا ضحية التدافع المؤلم الذي جرى صباح أمس في أحد أحياء ولاية نواكشوط الغربية. وقد رأس الوفد الحزبي الأمين التنفيذي بامبو الدرمان رئيس اللجنة الوطنية للشباب في حزب الاتحاد رفقة عدد من الشخصيات القيادية في الحزب. وكانت رئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قد نشرت فور الإعلان عن الحادثة بيان مواساة وتضامن مع ضحايا الحادث، ضمنته تعزية لذويهم ولجميع الموريتانيين وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى حسب ما جاء في البيان. قال حزب اتحاد قوى التقدم المعارض إن حادثة سقوط أكثر من 20 ما بين قتيل وجريح إثر تدافع أفواج من الفقراء على زكاة أحد رجال الأعمال كشفت عن صعوبة الأوضاع المعيشية للمواطنين الموريتانيين، واصفا الحادثة في بيان له بالفاجعة، مرضفا أن هؤلاء رحلوا تدافعا ليس في عمرة أو حج وإنما سعيا لكسب ما يسدون به رمقهم، معتبرا أنه كان من الأولى سده من خزائن الدولة التي تقول إن لديها فائضا كبيرا، مذكرا أن تلك مفارقة قد يحتاج الشعب لفهم أسبابها حسب تعبير المولود. نشرتنا مستمرة لكن بعد فاصل قصير. المسابقة الكبرى موعد ثقافي بطعم المنافسة يتجدد على شاشة قناة الوطنية في رمضان المبارك بحول الله. فرق من مختلف ولايات الوطن ولأول مرة تتنافس للحصول على جوائز قيمة. أدوار تنافسية، أسئلة تتطرق لمختلف المجالات الثقافية، ضيوف من مختلف المشارب الفكرية والأدبية والثقافية، وذلك على مدار 4 مراحل يتم من خلالها العبور إلى الدور النهائي. للمشاركة في المسابقة الكبرى يجب تسليم أسماء فريق يتكون من 6 أشخاص عن كل ولاية من ولايات الوطن، ابتداء بولاية الحوض الشرقي وانتهاء بنواكشوط. التسليم يكون بمقر قناة الوطنية الواقع بمقاطعة تفرغ زينة.
يوم السبت الموافق 28 من مايو 2016. للاستفسار يمكنكم الاتصال على الرقم التالي. انتظروني سعدنا حب الله، سأكون معكم في تقديم المسابقة الكبرى في حلتها الجديدة على قناة الوطنية في شهر رمضان المبارك. وفي المسابقة الكبرى دائما يمكنكم متابعة يحسن محمد لمين على شاشة قناة الوطنية في رمضان المبارك. مترجمة البشير أيضا سأكون معكم برفقة الزملاء على شاشة الوطنية في شهر رمضان المبارك. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. نعود معكم من جديد، والعود أحمد إلى نشرتنا لهذا اليوم. عقدت النقابة الوطنية للصحة العمومية بنواكشوط مؤتمرها الأول تحت شعار معا من أجل النهوض بالعامل الصحي. وخلال المؤتمر أوضح رئيس النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا أن منتسبي هذه النقابة يقدرون الجهود المقام بها من طرف السلطات العليا للبلد والهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية لعمال القطاع الصحي في موريتانيا. المزيد في سياق التقرير التالي مع عبد القادر مياره. معا من أجل النهوض بالعمل الصحي، تحت هذا العنوان افتتحت النقابة الوطنية للصحة العمومية مؤتمرها الأول. مؤتمر سيكون له دفع كبير ودور فعال في العمل النقابي الوطني على مستوى عمال الصحة. هذه النقابة وهذا المؤتمر الذي سيكون له دفع، سيقدم دفع كبير للعمل النقابي الوطني سواء على مستوى عمال الصحة وسواء على أيضا مستوى قطاع ترقية عمال الصحة، ترقية مهنة الصحة بشكل عام وترقية أيضا الصحة بشكل عام. جهود الدولة المبذولة في خدمة قطاع الصحة والمطالبة بالرفع من مستوى العاملين فيه وتحسين من فعالية وسائل الصحة المستخدمة في مختلف مجالاتها، وكذلك النضال النقابي من أجل المزيد من رفع تلك الوسائل بالإضافة إلى التحسين من ظروف العامل الصحي. إننا نعقد اليوم مؤتمرنا الأول ونحن مفعمون بالطموح للمشاركة الفعالة في خدمة وطننا الحبيب بصفة عامة وقطاع الصحة والعاملين فيه هذا القطاع بصفة خاصة، وهذا ما جعلنا نعقد مؤتمرنا هذا تحت شعار معا من أجل النهوض بالعامل الصحي. إننا نقدر جهود الدولة في خدمة هذا القطاع والرفع من مستوى العاملين والتحسين من فعالية وسائل الصحة المستخدمة في مختلف مجالاتها. هو إذن المؤتمر الأول للنقابة الوطنية للصحة العمومية، والذي يأمل منظمه من خلاله أن يساهم في التحسين من وضعية العامل الصحي بوصفه أهم ركائز القطاعات الصحية في البلد. عبد القادر ميارة، الوطنية. نظم عمال شركة كينروس تازيازة صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مكاتب الشركة بالعاصمة، وتأتي هذه الوقفة كخطة تصعيدية من أجل أن ينال العمال الحقوق التي يطالبون بها منذ بداية الإضراب. الزميلة العالية مسعود معها المزيد. بعد أسبوع من التظاهرات، عمال تازيازت ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم ولفت الانتباه إليهم ولما يشكون منه من قبل الشركة التي على حد تعبير البعض منهم اتخذت إجراءات لم تكن على المستوى المطلوب، والتي من محتواها قطع أجهزة التلفاز وإعطاء الأجانب عناية وحقوقا أكثر من المواطن نفسه. أختار نتكلم لكم عن قضية حقانكم، عندكم اطلاع بالقضية الماضية، غير نختارن علاقة لإجراءات عدتهم الشركة في الأسبوع الأخير ما كانت على مستوى المسؤولية، خصوصا في المعاملة مع العمال اللي فمت إياها في ليكان، حازت عليهم وقطعت عنهم، هذه ما هي من أخلاقيات العمل، قطعت عنهم التلفزات، مشات فم قلت اعتبار الكوادر الموريتانيين كانوا في ستوران مع
ليزكسبات اللي هم الاجانب النصارى والغانيين والافارقه، ومشيت مشوار استورانها جونيور، وعدلت لهم ياسر من الاساليب اللي ما كانت اخلاقيه. بعض العمال يشير إلى أن السبب الرئيسي لهذه التظاهرات هو الشركة نفسها التي بدأت بضغوطات مشددة عليهم، من بينها عدم توفير مطاعم للعمال الموريتانيين خصوصا على حد قولهم. هذا قلب اللي نحن نسبة نحن اللي هنا تها، ما نحن هو البادعون، الشركة هي البادئة قلب من بسها، لأن القلب يلا يبدأ من يوم 24، وهي اللي جينا لنا أرابنا حقائبنا سكاتنا بنا ماشيين وقفونا، قالوا لنا ما خارج شيء، هذا 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 خلق. ولنقول لكم من الضغوطات اللي معدل لنا وكذا شرطة زيادة، لأن أني أحد أني يكلف في الأكراء تنخفض من زابية 4 أيام إلى 5 أيام، ولين تأدى الحاد اللي تنقص توليسانس سان دروا، هذا من الضغوطات اللي معدل لنا هي. والمطعم راهو ما واحد المطعم مطعم المطعم اللي معطل الموريتانيين اللي قالوا للجونيور ما هو نافع ولا هو نافع خامر ما هو نافع. بين هذا وذاك يناشد عمال تازازت الجهات المعنية بلفت الانتباه إلى مطالبهم والتي يأملون تحقيقها. العالية مسعود، الوطنية. دان مجلس الأمن الدولي الهجوم الذي استهدف معسكرا لبعثة الأمم المتحدة بمدينة غاو شمال مالي، وقتل خلاله جنود صينيون من قوات حفظ السلام، وتبنت جماعة المرابطون التي يقودها مختار بالمختار. وذكر المجلس في بيان وزعه أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن تعازيهم وتعاطفهم مع عائلات الضحايا، داعين الحكومة المالية إلى التحقيق بأقصى سرعة في الهجوم وجلب مرتكبيه للعدالة حسب تعبير البيان. أما الآن فنفتح صفحة الأنباء الدولية مع الزميل محمد المصطفى النونو. دخلت قافلة أممية تقل مساعدات إنسانية إلى بلدة داريا فيري في دمشق الغربي لأول مرة منذ فرض الحصار على البلدة عام 2012، بينما وصلت شحنات محملة بالمساعدات إلى معظمية الشام المجاورة. تبدأ في القاهرة السبت المقبل أمام محكمة الجناح محاكمة نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة، وذلك بعد تحقيقات أجرتها النيابة على خلفية القبض على مطلوبين داخل مقر النقابة. قتل 4 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح في ألمانيا خلال الأيام الأخيرة جراء أمطار غزيرة تسببت أيضا بأضرار في بلجيكا وفرنسا، واجتاحت عددا من المنازل وأدت إلى قطع الطرقات، وأجبرت السلطات الفرنسية على إخلاء أحد السجون. أيدت محكمة استئناف إيطالية عقوبة السجن 16 عاما بحق قبطان السفينة السياحية كوستا كونكورديا بسبب مسؤوليته عن غرقها قرب السواحل الإيطالية في كارثة أودت بحياة 32 شخصا في يناير 2012. إلى نهاية على مسائيتنا لهذا اليوم، عود على بدءنا وتذكير بأبرز ما جاء فيها. في مقابلة له مع لوبينيون الفرنسية، الرئيس عبد العزيز يقول إن ملف الأزمة المالية معقد للغاية. نقابات التعليم العالي تنظم مؤتمرا صحفيا تحت عنوان لا تنازل حتى تنفيذ اتفاق 2009 وصرف زيادة 2015. بعد حادثة التدافع بالأمس، رئاسة الجمهورية و
وعدة أحزاب سياسية تعزي في ضحايا الحادث الأليم. النقابة الوطنية للصحة العمومية تعقد مؤتمرها الأول تحت شعار معا من أجل النهوض بالعامل الصحي. في مسائيتنا تابعتم أيضا في خطوة تصعيدية، عمال كين روز تازيازت يطالبون بتحسين أوضاعهم في شتى المجالات. أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، أطيب المنى وفي أمان الله.